السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة للأسف في جزء من الفيديو اتمسح، فعشان كده أنا هصور لكم أنا عملت إيه هنا. أنا كنت النهاردة إن شاء الله أنا هعمل كيكة من غير لبن ومن غير بيض، ماشي؟ من غير لبن ومن غير بيض. إزاي؟ أنا جبت هنا كوباية عصير او كوباية كوكاكولا برتقال، فانتا يعني كوباية كبيرة، وعليهم كوباية سكر ونص كوباية سمنة، عليهم معلقتين زيت، وهنا كوبايتين دقيق وكيس بيكنج باودر، ماشي؟ احنا اهم حاجة نكون نخلين الدقيق كويس. زي ما انا قلت لكم كوباية عصير كبيرة، عليهم كوباية سكر، عليهم نص كوباية سمنة، على نص كوباية السمنة معلقتين زيت وكوبايتين دقيق، وعليهم كيس بيكنج باودر. بس الشكل هنا هنحتاج دقيق كمان. بسم الله. زي ما قلت لكم يا عصير يا فانتا. هجيب دقيق وهرجع لكم تاني. نص كوباية دقيق اهي، هحطها وهقلب الخليط. يا جماعة نعمله في الخلاط او بالمضرب الكهرباء، والخليط ما يكونش تقيل قوي. والنهاردة هعملها في حلة ونضرب كويس. واهم حاجة في التورتة ان احنا في الكيكة قصدي ان احنا نضربها في اتجاه واحد. وهكون محضرة الحلة فيها زيت ومعفرها دقيق. وبعدين نحطها في الحلة زي ما شفتوا، ولو عندكم صينية يا ريت. وعلى طاسة على النار نجيب سمنة او زبدة او زيت وكاكاو، حوالي 3 معالق كاكاو، 3 معالق كبار، وثلاث معالق سمنة. نقيس ونحط كمان سكر. السكر عادي يا جماعة خشن، مش مهم يكون ناعم عشان النار هتسيحه. وندوبهم كويس. وبعدين لو عندكم لبن يا ريت، لو عندكم ميه انا هستعمل ميه. اللبن هيدي طعم احلى. ده الصوص اللي هيتحط على الكيكه من فوق، هيغلي معانا. وهنا طاسة تانية على النار هنحط السكر عشان نعمل صوص كراميل، وهنسيب الصوص ده يتقل، ولما يتقل نسيبه يبرد ونطفي عليه النار. نطفي عليه النار وبعد كده نسيبه يبرد. نقلب هيكون صوص الكراميل اهو، ما استعملتش معلقه ولا اي حاجه. في الوقت ده ممكن نستعمل معلقه او المضرب. برضو صوص الكراميل لو في لبن يا ريت، انا برضو هستعمل ميه النهارده. الميه هي البطل بتاعنا النهارده. حطيت سمنه هنا، ولازم لما نيجي نحطها نكون مدخلين المية او اللبن، ونحطها بره مش على النار،
بعد كده لما نحط المية نرجعها تاني النار ونقلب، نقلب بس كويس وعلى نار هادية علشان كل التكتلات تعمل. هنا خرجنا الكيكة من النار من اسفل، الاضاءة هنا وحشة اهي، قلبتها الصوص تقل معانا اهي اهو. هي كيكة هشة وجميلة. شوفوا الصوص تقل وحلو. ممكن نكتفي بصوص الشوكولاتة يكون احسن علشان ما تبقاش مسكرة قوي. لو احنا عايزينها مسكرة هنضيف عليها صوص الكراميل. انا هضيف صوص الكراميل دلوقتي عليها، بس زي ما قلت لكم اللي بيحبها مش مسكرة خلاص كده كفاية قوي وبتبقى تمام. انا ضفت عليها صوص الكراميل بتديها لمعة حلوة وبرضو طعم كويس. اهم حاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وبرضو لو انتوا استعملتوها في صينية تكون احسن علشان الحلة اخدت وقت كتير جدا، يجي ساعة اخدت وقت كتير، فالصينية بتبقى اسرع بتاخد نص ساعة بس في النار. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. انا ضفت هنا صوص الكراميل عليها. اللايك والاشتراك ما تنسوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.